تتثاقل السحب ويتكاثف الظلام. أعطني اسمي في البيت الكبير وأعد إلى الذاكرة اسمي يوم أن تحصى السنين. صدى بعيد يأتي من طيبة البعيدة يفصله عن يومنا هذا 3000 سنة. لعلكم تبينتم أنه فصل من كتاب الموتى، وترديد هذه البردية يعيد للميت قدرته على أن يتذكر اسمه. أي روح بلا اسم تهيم في عناء دائم، فضياع الاسم يساوي ضياع الشخصية. غير أني لم أدعكم إلى هذا الاجتماع لكي نتناقش حول كتاب الموتى الذي تعرفونه كلكم جيدا. أعطاها لي سلفي المرحوم ماريس باشا، بردية جنازية لبنجم الأول من الأسرة 21. أما أصل هذه الصورة فهو بردية جنازية تم تهريبها من مصر منذ حوالي 5 سنوات، وهي الأصل المصري للأسف سوى هذه الصورة. إنها تحمل كما هو واضح اسم الملكة نوتمن. تم شراء هذه البردية من تاجر مجهول في طيبة. من كل ما تقدم يمكننا أن نستخلص أن هناك شخص ما يعرف بالتحديد مكان هذه المقابر المجهولة للأسرة 21، وأن هذا الشخص يعرف هذا السر منذ وقت طويل، ولكن لا يوجد أي أحد والحفريات في هذه الحالة مضيعة للوقت والمال. هناك في طيبة شخص ما يعرف مكان هذه المقابر، وإلا فكيف خرجت هذه الأشياء كلها لأسواق الآثار في العالم؟ أول عمل لنا في الموسم القادم سيكون موضوع هذه المقابر المكتوبة. أحمد فندك، هل لديك شيء آخر قبل أن يجب على الأخير لهذا الموسم؟ نعم، أريد أن أكون في طيبة من أجل هذا الموضوع بالذات. كل من هناك يعرفون أن رجال الآثار لا يعملون في الصيف، لذلك فهو الفصل الذي يأمن فيه سارق الآثار ويعملون في تهريب ما عندهم. أنا سعيد بالصراحة، ستجد في هذه الوثائق ما يساعدك، وأنا واثق في أنك تعرف كيف تتصرف بصبر وحكمة. سأكتب فورا. ستجد هناك في طيبة قوة صغيرة من حراس الجبل تحرس جبل الموتى، سيساعدونك قدر طاقتهم. أرجو لك التوفيق.
هذا اليوم لتشرب اسمه وترعى قبيلته، لتشرف اسمه وترعى قبيلته، قبيلة القربات. هنا أمام قبر أخي أبوح لكما بسر ما هو لنا وما سيظل لنا ما دام هذا الجبل، سر تحموه بدمائكم بحياتكم، سر دفينة حملها الجدود أمانة من أب إلى ابن. شجاعة للأفندية والفراس، إنهم ينتشرون في الجبل كالطاعون. اتبعوني. طريق. ماذا بك؟ لا شيء، لكن الاختباء مثلا. Thank you.
بقلبه ولا بقلبه. هنا ما أنتم إلا حبات رمل في جو في هذا الجبل. أيبقى ولي هنا حتى نعود. أنت يا من تسكن في قلب البيت يا أمير البيت جئت لك روحا طاهرا فهب لي فمن أتكلم به عندك وأسرع لي بقلبي يوم أن تتثاقل السحب ويتكاثف الصدى. أعطني اسمي في البيت الكبير وأعد إلى الذاكرة اسمي يوم لم تحصى السنين. صدى بعيد يأتي من طيبة البعيدة يفصله عن يومنا هذا 3000 سنة. لعلكم تبينتم أنه فصل من كتاب الموتى وترديد هذه الضربية يعيد للميت قدرته على أن يتذكر اسمه. أي روح بلا اسم تهيم في عناء دائم. فضياع الاسم يساوي ضياع الروح. طيران لم أدعوكم إلى هذا الاجتماع لكي نتناقش حول كتاب الذي تعرفونه كلكم به. أعطاها لي سنتي المرحوم ريد باشا برضية جنازية في التنجم الأول من القصة 21. أما أصل هذه الصورة فهو برضية جنازية تم تهريبها من مصر منذ حوالي 5 سنوات ولا يملك متحفنا المصري للأسف سوى هذه الصورة. كما هو واضح اسم كان اسمي. تم شراء هذه الفضية من تاجر مكهول في طيبة
فرعوا قبيلته قبيلة الحرباء. هنا أمام قبر أخي أبوح لكما بسر ما هو لنا وما سيظل لنا ما دام هذا الجبل، سر تحموه بدمائكم بحياتكم، سر دفينة حملها الجدود أمانة من أب إلى ابن. Thank you.
هنا حتى نعود. Thank you.
to unfold on the optic nerve. Thank you.
Oh.